السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات ليوم الجمعة الموافق 4 من سبتمبر من العام 2020. مثل ما تلاحظون إخواني الأعزاء، نبدأ فقرة التحليل الفني اليومية على فريم الـ4 ساعات ونبتدأ بزوج اليورو دولار. مثل ما لاحظنا إخواني الأعزاء أن زوج اليورو دولار يوم الأمس تمكن من كسر مستوى الدعم السابق الماثل عند مستوى سعر 1.18560 ونجح بالهبوط أسفله بالقرب من مستويات 1.17890، وسرعان ما بدأ بالارتداد والصعود عند وصول الأسعار إلى مناطق تشبعات في البيع، وبدأ السعر بالتصحيح وحاليا يحاول إعادة اختبار منطقة الدعم الذي تم كسرها وتحولت إلى مقاومة حالية، وهي مستوى سعر 1.18560 والذي يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم. إذا إلى أين يتجه زوج الدولار في حال نجح إعادة اختبار الكسر وبدأ السعر في الارتداد وتكوين شمعة هابطة أخرى؟ من الممكن أن نشاهد عودة لزوج اليورو دولار في الهبوط ومعانقة مستويات 1.17500 وأيضا مستويات 1.17000. أما في حال أن السعر تمكن من اختراق المستوى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأيضا منطقة المقاومة الماثلة عند 1.18560 والثبات أعلاها، من الممكن أن نشاهد عودة للأسعار إلى مستويات 1.19000 و1.19500. إذا إخواني الأعزاء، مفتاح التداول لليوم الحالي هو مستوى 1.18560، ويعتبر هذا هو مفتاح التداول، ويجب متابعة ومراقبة هذا المستوى بشكل مكثف، وأيضا متابعة إغلاقات الشموع على فريم الـ4 ساعات. أيضا إخواني الأعزاء، لا ننسى بعض البيانات الأمريكية التي سوف تصدر على الدولار الأمريكي في تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهي تقرير التوظيف بالقطاع الخاص وأيضا معدلات البطالة. فمن الممكن أن تحرك الأسعار وأن يحصل تذبذب وقت صدور الخبر. إذا إخواني الأعزاء، ننتقل إلى زوج آخر وهو زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية. تحدثنا في التحليل السابق إخواني الأعزاء أن زوج الدولار ليرة كان يسير في ظل نطاق عرضي محصور بداخل المستطيل الذي رسمناه في التحليلات السابقة، وتكلمنا أنه في حالة الكسر أو الاختراق لأحد أضلاع هذا المستطيل سوف نشاهد صعود أو هبوط. ولاحظنا يوم الأمس بمجرد نجاح السعر باختراق مقاومة القناة العرضية شاهدنا الصعود الذي حقق الأهداف الأولية والرئيسية، وهي 7.40 و7.45، ولكن سرعان ما حقق سعر الهدف الرئيسي عند مستوى سعر 7.45، وسرعان ما بدأ بالهبوط والتصحيح حاليا. إلى أين يتجه زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية؟ حاليا قد نشهد بعض التصحيحات في ظل وصول السعر إلى مناطق تشبع شرائية، قد نشهد بعض التصحيحات وبعض الحركة العرضية ما بين 7.42 وأيضا مستوى سعر 7.37. إذا إخواني الأعزاء، قد يتذبذب الزوج بشكل عرضي في هذه المنطقة ثم يحاول استئناف الصعود مجددا والعودة إلى مستويات 7.45 واستهداف مستوى جديد ومستوى قياسي جديد للدولار مقابل الليرة التركية وهي 7.50. إذا إخواني الأعزاء، حاليا نحن ندعم السيناريو الصاعد لعدة أسباب، أهمها أن السعر يسير في ظل قناة رئيسية صاعدة، الأسعار تتداول أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم. أيضا إخواني الأعزاء، هناك نوع من الزخم الإيجابي في ظل بدء قوة الدولار الأمريكي وضعف الليرة التركية نوعا ما. إذا إخواني الأعزاء، نتوقع الصعود مرة أخرى لاستهداف 7.45 ومستوى سعر 7.50، ولكن شرط تحقق السيناريو ثبات الأسعار أعلى مستوى 7.37.
إذن أخواني الأعزاء، الدعم الجديد وشرط تحقق الصعود واستهداف الأهداف المذكورة سلفا هو ثبات الأسعار على مستوى سعر 7.37. إذن نتابع إغلاقات الشموع والحركة السعرية على فريم ال4 ساعات لهذا الزوج. وفي حال وجود أي استفسارات يمكنكم مراسلتي عبر حسابي على تويتر الذي سوف أضع لكم رابطه في صندوق الوصف، وأيضا لا تنسوا عمل اشتراك في القناة من أجل أن يصلكم كل جديد ما يخص التحليل الفني. إذا أخواني الأعزاء، ننتقل إلى زوج الباوند البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. لاحظنا يوم الأمس هبوط الأسعار إلى مستوى 1.32700، ومثل ما توقعنا وبدأ السعر بالوصول إلى مناطق تشبعات في البيع، وبدأ السعر بالصعود. ولكن نلاحظ، ومن يتابع تحليلاتي بشكل مستمر يلاحظ، أننا نتحدث دوما عن المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، ونلاحظ كيف استطاع رد السعر أكثر من مرة وأكثر من محاولة، ونتابع أكثر من مرة والسعر يحاول الهبوط والكسر، ولكن المتوسط المتحرك بالملي يرد السعر إلى أعلى ويمنعه من الصعود. إذا أخواني الأعزاء، قد نشهد حركة عرضية لزوج الباوند دولار بالقرب من مستويات 1.32700، وفي حال تمكن السعر من كسرها وكسر المتوسط المتحرك فسوف نشاهد عودة للأسعار لاستهداف مستويات 1.31000 وأيضا مستويات 1.30300. أما في حال أن الأسعار فشلت في كسر هذا المستوى وكسر المتوسط المتحرك، فمن الممكن أن نشاهد ارتداد للأسعار واستهداف مستويات 1.34000 على المدى اليومي. إذا أخواني الأعزاء، هذه النظرة، ومفتاح التداول لهذا الزوج هو مستوى 1.32700، يجب مراقبته عن كثب ومتابعة التحركات. وللعلم، يوجد بعض الأنباء الهامة على الباوند البريطاني سوف تصدر في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وهو مؤشر مديري المشتريات الإنشائي. وأيضا البيانات الأمريكية سوف تصدر في تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهي تقرير التوظيف ومعدلات البطالة، والذي من شأنها أن تؤثر على حركة الزوج، فيجب أخذ الحيطة والحذر ومتابعة مفتاح التداول بشكل شديد. إذا أخواني الأعزاء، ننتقل ختاما إلى زوج الباوند ين الملقب بالمجنون. ولاحظنا يوم الأمس أنه بمجرد تمكنه من كسر الترند الصاعد وتأكيد الكسر، أنه هبط بالقرب إلى مستويات 140-500. ولكن نلاحظ أيضا هو الآخر، ما الذي رد السعر إلى الأعلى؟ المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، أيضا وصول الأسعار إلى مناطق تشبعات في البيع. إذا أخواني الأعزاء، قد نشاهد بعض من الحركة العرضية لزوج الباوند ين في هذه المنطقة الذي قد تصل إلى 141.400 و 140.500. قد يتحرك الزوج بشكل عرضي من أجل أخذ العزم، من أجل محاولة كسر المتوسط المتحرك، وفي حال تمكن السعر من كسر المتوسط المتحرك فسوف نشاهد هبوط للأسعار إلى مستويات 139.400. أما في حال أن السعر فشل في كسر المتوسط المتحرك، قد نشاهد بعض من الارتداد الذي قد يصل بالسعر إلى مستويات 142 خلال التداولات اليومية. فهذه هي النظرة الفنية، وهذا هو السيناريو المتوقع. أخواني الأعزاء، أتمنى منكم عمل اشتراك في القناة من أجل أن يصلكم كل جديد، وأيضا متابعة لحسابي في تويتر. وأشكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا مني أطيب التحيات، وفي أمان الله.